بابا عسوس خلي الحفلة تزوز سيري جيسوس حط على عرايس النسوس ونحب العروس يا رحمة بتهلا وليدك يا ميمة موتا ويستنى. مرحبا بكم في حلقة جديدة من عروسة وعريس. اليوم عرايسنا لولانين ابتسام ونبيل من القروان. ابتسامة باهية صغرتها باهية ذكية وباهية وتحبني ونحبها. نبيل ولدي عاقل وباهي واسمع كلامي الحقيقة. ابتسام مش خلي عليه بلاصة كبيرة 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 زاد لاهي هم لاهي بي لسنو بطل قدمته جاب حدنا في القروان بس تلهبينا أنا وبوه خطر وحدنا هنا بعاد والكل ابوه مريض ساقو قالوا له عرق ساقو جمشي قاله ما لسنا وشكون يدخل علينا ويخرجه مالي علي الدار سنروح وحدي حانا ومش نمصدق خطر برنامجنا مازلنا العرس مازال ان شاء الله ربي هنيها ويسعدها ان شاء الله ربي يسعدها نتمنى لها كل سعادة ربي يهنيهم ويهديهم حننهم علينا وعلى بعضهم وعلى الناس الكل هذا كهو نتمنى ترى صغار واللهم كان عشت لهم الله ما كان شاء الله في البركة اللي إذا كنا فرح به يزي إن شاء الله ربي يفرحنا إن شاء الله. شفت ابتسام مع جروب اصحابها عجبتني فما ديزامي اون كومون في الجروب هذاك سالت عليها اللي نسافرنا ديجا معناها عرفنا بعضنا شويه من الاول ومن بعد طورت العلاقه خطبتها واليوم وصلنا للمرحله هذه. بون تعرفت على نبيل في جروب فما ديزامي اون كومون بيناتنا ما نعرفوش معناها اول مره كي شفتو سي لا بروميير فوا و بون بعد كونتاكتيني هو بيسكو معناها فما بيناتنا دي زاميون كومان فوالا كاو. والله ابتسام انسانه باهيه برشا معناها عاونتني كملت لي ديجا فما برشا حاجات ناقصين في حياتي هي اللي كملتهم لي انسانه تقرديه على الاخر حنينه برشا واقفه معايا برشا ان توكا مورالمون معناها ديما تزن في المورال وباهيه معايا على الاخر. سي كيلكان دو بيان سي كيلكان كي هايبر جنتيل. Voilà, donc femme des sentiments surtout réciproques bini ana waye farhana barsha mane heli ana maa w mirtaha maa barsha wallahi farhat barsha la mahala khater deja ntouma tnajmou twafrouna el hajat li ana kont nahlem bihom w saib chouya kem chaj mous el hajat tamlou fiha ntouma mi farhat barsha barsha w ant karab li fadikoum merci. Bon, la vérité melloul kent haka choqué chouya maneha j'étais surpris حاجة تفرح برشا وحاجة باش تكون ان بو سبيسيال بارابور معناها اللي كان العب باش يعملو سورتو معناها سيتي بريفو في مارس معناها باش نعمل العرس وجاتنا معناها هكا معناها لانفورماسيون اللي احنا باش نعرسو معناها بيانتو في لو 21 اكتوبر كنت معناها حاجة امبيكابل حاجة مزيانة برشا وفرحتني على الاخر على الاخر. نحب نقول لها نحبك برشا وربي يخليك ليا وان شاء الله ربي يداوم عشيرتنا في الخير ان شاء الله. I love you. بون نبيل نحب نقول لك اللي انا نحبك برشا وربي فضلك ليا وربي خلينا لبعضنا ان شاء الله ان شاء الله نعيشوا معناها اون في مزيانه برشا وحلوه ونكونوا متهنين فوالا لو بلوز امبورطون. عرايسنا الثانيين اليوم أميرة وبلال من باب السويقة. أميرة رايدة وحدها باقي ما تكلمش باقي معنا معنا مش كيما الأولاد الآخرين تحكي معايا تعبر تحكي تقول لي هذه لا دوبها دوبها دوب روحها. بلال باهي برشا وعاقل برشا ومتربي برشا ودابها دوب روحها ما عندهوش هكا يتدخل ولا هكا هو الموجود هذاك هو في الدار. قولي لي تعملي أنت هكا هو. تربينا في باب السويقة وعشنا في باب السويقة وكبرنا فيه. ربي يهنيها وربي يسعدها وذاك مكتوبه نديلها وكلها وكل شيء بالكتب تربي. بليل كنت مبرمجت لها العرس في الصيف حضرت لها الدار عملت لها كل شيء يا اخي مكتوب
فرحت وما فرحتش. ما هي جات هكا فيسع فيسع، يعني الواحد ما كانش محضر وما كانش مبرمج وما كانش حتى شيء. بلي يكون منا معناه مش فراني وليد ذيك كعبة عند أمه، عند بنية وليد هذيك الكعبة عندهم تخلص، وهي معناها مش براني ولا أبار حتى براني، وليد بيه وليد طيب ونا عائلة بهين ويرحم الجمعة عندي ما نقول فيه من جماعة راجل. إن شاء الله ربي يهنيهم وربي يسعدهم وربي يعطيهم الوقت الطيب، وبليل يكون حنين عليا برشا وما يبعدش عليا. حب ولدي ديما بحذايا وكاو نحبه برشا. حنينة تبارك الله عليها، باهية برشا، تحبني أكثر حاجة تحبني برشا وتحب دارنا، وإنسانة كيما يقولوا فيها راجلة معي وقت اللي انتياح نلقاها. بلال بالنسبة لي حاجة كبيرة، هو قريب مني ياسر، معناها صحاب أنا وياه أخوات. أنا وبلال عندنا 8 سنين تو مع بعضنا، معناها أون كونتاكت ببعضنا، بويسكو من الفامي، معناها يقرب البابا. والله هو الاخبار جاني باللول، قلت له انا لا الحقيقه خاطر واحد مازال ماهوش حاضر ما كذبش عليك، ومن بعد بشوي بشوي فهمنا بعضنا ورجعنا نحكيو معناها، وصار ربي وفقنا وكا. الحكايه تاع روسا وعريس، بعثت ميل عندي بيريود، اول ما كلموني ما صدقتش معناها اللي انا تقبلت فيها، الا ما كلمت وقلت له راه هكا وهكا، كيف هو تصدم الحكايه، معناتها تصدم منها ما صدقنيش، قال لي ليه معناها تفادلك كيفاش نحن عاملين بروغرامي معناها في الصيف، كيفاش معناها باش نعملوا. ترددنا من الاول الحقيقه، وبعديك سي معناها كي تفهمنا على معناها تفهمنا باش نعملوا الداتا هذيك وكها. انا من عمدور من ولايه باجه وهي من باب سويقه، تلم المكتوب معناها وكتب وربي حبك هاو حبش تلم المكتوب، انا تلمينا اكيد باش نتوحشهم دارنا، مانيش باش نسكن قريبه منهم معناها بعيد عليهم ياسر نتسمى. إيه معناتها دارنا في باب سويقة، ودار راجلي في عمدون معناها. كنا نحبك برشا، وأكثر حاجة نحبك الوالد والوالدة، نحبك تحسبهم كيما أمك وأبوك، هذيك أكثر حاجة نطلبها منك، وكنعودوا متهنين هذيك أكثر حاجة وربي يخليك لي. نحب نقول له مرين نحبك برشا، وراك بالنسبة ليا كل شيء في حياتي.